منفتح على الجميع حتى مع من يختلفون دينيا ويلحدون. كيف سيتصرف أبو جلال السلطاني مع الحفلات الماجنة والكباريهات وبيوت الدعارة مثلا؟ جزء من الدولة هذا. بيوت الدعارة جزء من الدولة. إذا كان لقيت الدولة قائمة تديرها بالطريقة التي وجدتها عليها وتحاول. ولكن من سينتخبك شيخ أبو جرة؟ سينتخبك لتغلق بيوت الدعارة. هذا ما نقول لهم من البداية. نقول لهم يا أيها الناس، يا الشعب الجزائري، راهو كاين واقع نتاع دولة تراكمت على مدار 57 عام من الاستقلال، ونحن انتخبناك لتغير هذا الواقع. نقول لهم التغيير لا يتم 57 عام، ما يتمش تغييره في 5 سنين. ونقول لهم الدليل أنه لما حكمت رئيس حركة مجتمع السلم لقيت تركة إيجابية، خلينا نقول تركة إيجابية، حاولت أن أضفي عليها ما أستطيع، لكن ما تقدرش تغيرها. كاين ناس رافقوا الشيخ على مدى طويل، ظنوا أنفسهم ورثة الشيخ، ما تقدرش تغير لهم تصوراتهم. أنت حينما تريد شيء، وهذا عندنا حتى في التاريخ، تاريخنا الإسلامي إذا كان نحب نقوم بما يجب أن نقوم به، أزهى فتراتي بعد الخلافة الراشدة هي عمر بن عبد العزيز اللي جاء سنة 99 هجرية. هكذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما آل إليه أمر الخلافة في 99 هجرية حب يغير كلش. هو كان يريد أن يغير كلش ولكن ما قدرش، وجاه وليده عبد الله قال له لو كنت مكانك لا غيرت الواقع كله. قال له يا وليدي، ربي عز وجل وما أدراك راه نهى عن الخمر في الأولى وحذر منها في الثانية وحرمها في الثالثة، وأخشى إنني لو أحمل الناس على الدين جملة يتركوه جملة. ومشى شوية شوية، ومع ذلك من محيطه القريب داروا له السم، حكم 30 شهر. يعني في سنة 101 رحل إلى ربي.